يقول أنا لو رأيت محمدا سأقول له ما حبي واحترامي لك، يعترف أنه يحب يحترمه، لكن أنا لن أقبل يدك، لن أركع مش عارف عند قدمك، أنا سأصافحك مصافحة الند للند. أنا جعلت أضحك، هذه الكلمة لو قالها عمر سأضحك عليه، لو قالها أبو بكر، لو قالها بسمارك، نابليون، خالد، فولتير، ديديرو، أينشتاين سأضحك عليه. من أنتم جميعا؟ من أنتم؟ إذا أخصناكم برسول الله، حتى عمر أبو بكر لا شيء، لا شيء. واحد يقول شفته؟ لا يا أخي ما شفتش، ما بدي أشوف. أنا اللي بعرفه أنه في الحديث الصحيح الملائكة قالت لو وزنتموه بأمته كلها لرجعهم. هل هو محمد صلى الله على محمد وآل محمد؟ لا تقول لي أبو بكر وعمر وعلي وعثمان ولا بلايين. هل الرسول مش حمزة كشغري؟ فأنا سأضحك من عمر ومن نابليون ومن خالد ومن أينشتاين، يقول لي إيه أنا ند لمحمد؟ أقول له لا، العب غيره يا حبيبي. ند ليه يا بابا؟ أتيت بالقرآن أنت؟ بنيت أمة؟ أخرجت أمة من عدم؟ ماذا فعلت أنت؟ كلام فارغ. نابليون نفسه بونابرت حين قيل له، طبعا فولتير سابق عليه، قيل له فولتير كان يكتب كذا كذا ونال من محمد، قال من محمد؟ ضحك نابليون ضحكت استهتار واستخفاف بفولتير، بفرنسا فولتير، قالوا هما عساه ينال من رجل التاريخ. قال نابليون يعرف محمدا، قال محمد هذا رجل بنى أمة، هذا أخرج أمة. لما يأتيني المسكين أخي حمزة كشغري والله الله يهديك يا حمزة، يقول لي أنا سأصافح الرسول محمدا مصافحة الند للند، أقول له يا أخي أنت لست ندا لي، أنا أنت لا يمكن تكون ندا لواحد مثلي. أنا أقول لك علميا وفلسفيا، أنت بدك تكون ند لرسول الله؟ طب أنت يا حمزة بالله عليك، الله يهديك الله يهديك، أنت يا حمزة ند لأينشتاين؟ قلت لا أينشتاين. ند للملحد تشارلز دوكنز؟ ند له هذا عالم بيولوجيا ملحد؟ يقول لك لا هذا فيلسوف ملحد خطير. ند لي محمد صرت بإيش يا حبيبي؟ فهمني يا ابني. فأدركت أن الشاب مريض، والله العظيم يا أخوان مريض. أنا أقول لكم لكن طريقة المشايخ، على الطريقة الاستئصالية الإقصائية التكفيرية، أنا بدأت يعني إيه أستاء جدا جدا من هذا الأسلوب يا إخواني. يقول لك ويشفي صدور قوم المؤمنين، في مين يا أخي؟ في مين؟ في كفار؟ في رجل مسلم، هذا ابن ناس مسلمين، أمه مسلمة تقية، أبوه مسلم، لا أبدا يا أخي، هذا مريض. هذا في البداية عرضه على طبيب ماذا؟ نفساني. وأنا أقول لكم أكثر من 95% ليس سويا هذا الرجل، هذا الشاب المسكين والله ليس سويا، يحتاج أن يأكل جيدا، أن يتغذى في الأول. هذه الحالة المهزورية اللي عنده تؤذي، بأن دماغه كما يقول ابن سينا نشفت، في تجفف في الدماغ المسكين هذا. يقول لي أنا ند لمحمد بدل أن أقتله، لكن هؤلاء أسرع شيء عندهم على طريقة الكهنة ورجال الكنيسة في أوروبا الوسيطة. إيش كانوا يقولوا؟ أسهل وأقصر طريق للقضاء على الوثني ونصرة الحق قتل الوثني. نفس العقلي، يعني كلهم نعيش العصر الوسيط الإسلامي الآن في القرن 21. أعرض طيب نفسي الأخ حمزة هذا، وأنا أدعوه الآن، أدعوه أن نتحاور إن شاء الله. إذا كان عنده شبهات في الدين، في الاعتقاد، في الألوهية، في النبوة، في أي شيء، أنا سأفتح له قلبي والله، وأعطيه من وقتي، لأنني أشعر أن هذا المسكين ضحية، والله العظيم ضحية لمجتمع وضحية لنمط معين في فهم الدين أو أنماط. هذه الأنماط أنا أقول لكم عجيب، على فكرة عجيب ألا نجد من يجاهر الآن بالإلحاد وبالهرطقة إنجاز التعبير كالذين نجدهم في المملكة السعودية. تعرفون ما هو السبب؟ السبب هذه الطريقة في فهم الدين، هذا الإصرار المشايخ العجيب على عرض الدين بهذه الطريقة المرذولة. أنا أقول لكم طريقة أقل ما يقال فإنها مرذولة، ليست محمودة، ليست مقدورة ولا مشكورة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يهديهم وأن يهدي بنا وبهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.
أقامها الله وأداؤها بأعمال صالحة. لا إله إلا الله. لا إله إلا